قبل كل شيء شفناك في البونتو فرحة كبيرة. والله الحمد لله واحد ما تعرف واحد كي يبدا يخدم ويلزم معنا نتيجه باش تفرهدوا شويه. الحمد لله اليوم كملنا نتيجه باهيه بالنسبه للمجموعه بالنسبه لي هنا. الحمد لله واحد اول واحد مركه في الفاز دو بول اخر واحد مركه ماني بديت وسكرت. ان شاء الله ديما هكا ان شاء الله ندرس في قسم حسن الى احسن وبتبيع الكاس هذه نتاع ندرس في قسم باذن الله ان شاء الله نواصل في المشوار بالطريقه هذه ان شاء الله. على بعد اللي صار مع الهيا الاشكال الصغير عوده بقوه على المرزوقي. والله هاو حاضر نتصور اللي سوء تفاهم وفي العائله ما كيما يقولوا المصاره تتعارك في وسط الكرش. باذن الله انا طلبت سماح وان شاء الله المستقبل خير. هاو في ساعه في ساعه رجعت الامور مشاريعها باذن الله. وانتم قبلتوا السماح ومركه عليه اليوم؟ عليه من احسن الاولاد في الجروب واكثر انسان يغير على الجمعيه. طرح اللي فات قال لي ناحي الفلوس ناحي كل شيء نحب نعاون جمعيتي في سوازيلاند. وانا معناتها كان وعدني قال لي ان شاء الله ندخل ان شاء الله نعاون. دخل كان وراء الهدف الثالث في سوازيلاند اليوم كان وراء هدف وكان صاحب هدف. وكما قلت لك نادي صفاقسي عائله كبيره غلطت غلطه صغيره ماهيش باش نقف عليها. اليوم عليه ولد النادي صفاقسي وربي يعينه في اللي مازال جاي.